خير صبايا، كل عام وانتم بخير. بما انه العيد قريب اكيد الكل بده يعمل كرابيج ومعمول وراس بعجمه والكعك. انا عملت الرابط ونزلته من هداك العيد، وعلى اساس اعمل لكم ناطف وما صار لي وما تامل لي شرش الحلاوي. معلش بصير بدون شرش الحلاوي، هو شرش الحلاوي اذا موجود بيكون افضل لانه قوامه بيعطي لزوجه افضل. هو طريقه عمله مثل المارينك، بيطول اكثر، طعمه انكى وبيعطي بياض ناصع كمان. المهم نحن بدنا نعمل ناطف، هذا الناطف اللي بدي اعمل لكم اياه روعه، فعلا روعه. هو عباره عن اللي بتعرف تعمل مارينج كثير بيشبه المارينج. خلينا نعمل بهالكاسات، هالمقدار الكاسه هاي. هاي ثلاث كاسات. شوفي اذا استعملتي هالكاسه سكر بدك تعملي مقدار المي نفس الكاسه، ما بصير بغير كاسه، يعني حسب كاستك عملتي المقدار بهالكاسه تمشي عليه. ما بصير باي شيء، مو بس بالناطق، بالطحين، باي شيء. هذا السكر انا مليته، هاي كاسه، هن ثلاث كاسات ونص. سجلي وحده، تنتين، ثلاثه، وهي نص. يعني بدك تقولي بظن نص كيلو، بظن نص كيلو. المهم هذا السكر، ايش قد مي؟ مي بدنا نحط كاسة، أنا بدي أعير بهي. هاي حطيت كاسة مي. هاي الكاسة، هاي الكاسة. هاي حطيناها مي. بدي أحط عصرة ليمونة أو ملح الليمون، ما بتفرق، بدك ملح الليمون بدك ليمون. هذا ننغليه، هذا ننغليه، ننساويه عبارة عن قطر، بس هو سخن، هو سخن، نكمل المرحلة الثانية. بدك ملح الليمون، بتريدي عصرة ليمونة، ليمونة خليها تكون معلقة مثل القطر، لا تكتري لانه بيحمى معك. هو ليش انا لمح الليمون؟ لمح الليمون مشان ما يسكر معنا. طيب اهلا وسهلا فيكي، هلا بعد شوي بننتقل للمرحله الثانيه. حركيها، حركي هيك بس، وبعدين اتركيه يغلي. هو سخن، هلا ايش نساوي؟ هلا هون بدنا بياض بيضتين مع فانيليا مع رشة ملح، وبدنا نخلطه بالخلاط. هلا بعد شوي بفرجيكي شلون بدي اخفقه، بدي اخفقه من 5 دقائق، 6 دقائق، 7 دقائق. اهلا وسهلا فيكي صبي. ايه صبايا بنكمل. شوفي انا قلت لك بيضتين، زلال بيضتين، هي اول بيضة وهي ثاني بيضة. شوفي انتي تأكدي انه بيضك، طبعا البيض اللي بدك تحطيه انه طازج. هيك تنزلي كل البياض، هذا الصفار اللي تستهلكي. شوفي ايش بدك تستعملي. بحط رشة ملح، رشة ملح. شوفي رشة الملح، فانيليا مشان الزنقة. إذا عندك بشر ليمون هيك رشة حطي، أنا ما عندي، ما بدي أحط، ما في داعي. تعال شوفي هون شلون عم يغلي، طلع شلون عم يغلي القطر، شايفة؟ المهم يغلي ويصير. هلا أنا بدي أطفي عنه، بس ما بحسن أحطه هلا لخمس دقائق. بدي أوطي عنه، بدي أوطي عنه لانه بدي احطه مثل الخيط بده ينزل فوق بياض البيض. كثير سهل صبايا، كثير كثير سهل. هلا هيك بدي احطه. شوفي هاي فيشة الكهرباء، وهي طبعا هاي الخفاقة.
صبايا شايفه شنو؟ هلا صار لي خمس دقائق اربع دقائق لخمس دقائق، شايفه شنو؟ عباره عن زلال بيضتين، رشه فانيليا، رشه ملح. بتكمل خمس دقائق، ست دقائق، سبع دقائق، معلش مو اقل من خمس دقائق هيك لبينا ما نعمل. شوفي مثل المارينج بس بدون سكر. هاد خلينا نستفقد القطر. موبايلي خلص شحنه. شوفي القطر شلون عم ببقبق، هو عم يغلي. بدي اكته فوق المارينج، يعني ايدي وحده عم تخفق والايد الثانيه بدها تكت. انا ايش بدي احط هون بعد ما اطفي؟ ما زهر، معلقه غطا ما زهر بغطا القنينه. بدك عود قرفه تنكفيه منهم، عود القرفه بنكفوا. طيب انا مشان اسهل العمليه بالطنجره صعبه علي، بدي اضيفه على ركوه القهوه مشان يسهل علي وقت اكدته. بده ينكت مثل الخيط، يعني بدك تكتي مثل الخيط وتخفيه. انا صبيته هون. شوفي هلا ايش بدي اسوي، وقفي اجيبه لهون افضل. انا بحطه بغميق مشان ما اطرش. شوفي شلون، شوفي شلون خيط. طبعا هون معلميته، يعني اذا حدا بساعدك افضل. شوفي خيط خيط يكون خيط. يعني عم بحط خيط هيك، بده حدا يساعدك هيك. بدي اخفق هون معلميته، يعني بده ينزل القطر بشكل خيط وانت عم تخفقي، يعني ايد عم بتحط القطر وايد عم تخفق. الناطف هذا هو الناطف. تعي شوفي انا هلا بدي اكملها طبعا للركوه كلياتها، للقطر كلياته. بفرجيكي اياه بالنهايه بعد شوي. هلا هذا هو الناطف اللي بسمع فيه بيقول يا لطيف شقد صعب. هذا هو الناطف، ما في اسهل منه. بس المقادير تأيدي فيها طريقة شغله، يعني إذا غلطتي بشغلة مثلا حطيتي القطر فرد مرة رح ما ينجح معك أبدا أبدا أبدا. شوفي شلون ملمسه ناعي. لا تحسي سمك، تمي تخفقي. أنا ما بعطي في زمن محدد، أنت مثل ما قلت لك استعملي حواسك. بس شفتي السمك تمام وضرب مزبوط وعملتي بإيدك هيك، هلا أنا خلص هذا. شوفي شلون نطته، طلع ناطف حلب إلا ما ناطف حلب، ناطف حلب إلا لا. هلا بحط له قرفة ويا سلام. أهلا وسهلا فيكي صبية.